سلام، معكم حمزة خيمتين في فيديو جديد. لكن انت وانت اول مره كتشوف التوجه نسى الشرط تاع دير واحد لايك تابون في لاشين وفعل الجرس باش توصلك فيديوهات الدقيقه الاولى وتكون واحد كيتفرج فيها. اليوم حلقه جديده من ريفيو فيلم، اليوم غندير واحد زال اللي هو جديد بزاف. يلا تحط هذه ولا البارح يعني 1 نوفمبر تحطات الحلقه الاولى ديالو. لكن انتريستي باش تعرف معلومات على المسلسل خليك معايا. عطيكم واحد المعلومه مهمه بزاف في المسلسل، غتشوفوها معايا في نهايه لا فيديو. ياك شي علاش خصكم تكملوا الفيديو حتى الاخر. هذا المسلسل السمية ديالو هو سي، يعني المشاهد. علاش كتدور الاحداث ديالو؟ الاحداث ديالو كتدور على في القرن 21، يعني في هذا القرن حنا فيه. جا واحد الوباء او مرض اللي ماتوا فيه بزاف الناس، والناس اللي بقاو يعني الناس اللي ما ماتوش فيه بقاو عميين، يعني ما كيشوفوش، لدرجه انهم ولاو عميين ولاو كيعتقدوا ان كاع الناس اللي كاينين في هذا الكون ولا في هذه الكره الارضيه هما اللي عايشين فيها كلهم ما كيشوفوش، يعني الله خلقهم هكاك ما كيشوفوش. صنعوا بزاف ديال الطرق باش يعيشوا بهم. هذه هي اهم حاجه اللي كاينه في المسلسل، هما ان هذوك الطرق اللي صنعوا بشكل صنعوا طرق باش يتواصلوا مع ناس اللي بعادين، يعني ميساج يوصلوا لهم. صنعوا طرق كيفاش يديروا الصراع ديالهم، كيفاش يعيشوا، كيفاش ياكلوا، كيفاش يتحركوا، باش شي كامل قادوا غير راسهم. ومن بين الطرق اللي صنعوا واحد الطريقه اللي كتسمى مارس، يعني كيفاش كيتواصلوا مع الناس اخرين ويوصلوا ميساج لناس اخرين غير بطريقه العقد، يعني العقد كيقراوهم وما كيشوفوش بحال الناس اللي كيشوفوا ما كيكتبوا بيديهم غير بطريقه العقد، وكيعرفوا ان شنو الميساج اللي وصل ديك الرساله كامل. كان رئيس ديال واحد القبيله اللي داير على الحدث كامل هو بابا فاس، كان تزوج بواحد السيده اللي كانت ديجا كانت علاقه مع واحد الشخص اللي قبل منه، وملي تزوجت به يعني ولدوا الاولاد، ملي ولدوا الاولاد كانوا كيشوفوا. هذا هو الخبر الصادم اللي كان عندهم ديك القبيله، ان كل اللي تزادوا كيشوفوا. تصدموا القبيلة بزاف وقالوا هادشي يعني خارج العادة، وسموا داك الناس بالشياطين، يعني هما بحال شكل شياطين لأنهم كيشوفوا. وبالنسبة للشياطين يعني راه عطاهم قيمة كبيرة بحال ولاو كيعبدوهم ولا شي حاجة بحال هكا، لأنهم كيشوفوا وكيتوقعوا لهم كلشي، يعني كيستفيدوهم بزاف د الحوايج. من بعد الأب الحقيقي ديال هاد الأولاد قال لهم واحد الميساجات ولا واحد الكتب اللي قال لهم قراوهم، ومشاو هما كيقراو داك الكتب وعرفوا بزاف د الحوايج وفهموها. المهم باش نطول لكم كلشي كامل، باش نقول لكم الأحداث كاملين باش تفرجوا في المسلسل. المهم غنخلي لكم ليان ديال موفيز فور يو ديال المسلسل، تدخلوا نيسان اللي انا يطلع لكم نيشان تفرجوا فيه مسلسل. لا تحطوا فيه دابا ثلاث حلقات. التقييم ديالو في ام دي بي هو 9.5/10، يعني تقييم خير. واصلا هذا كان الناس بزاف الناس كانوا كيتسناو وقتاش يتحط، يعني كيتسناو وقتاش ديك 1 نوفمبر 2019 باش يتفرجوا في هذا المسلسل ولا باش يحطوه، باش كان اول اصدار عنده هو 1 نوفمبر. الحاجه المهمه اللي قلت لكم غنقولها لكم في نهايه الفيديو هي ان هذا المسلسل لا ينصح مشاهدته الاطفال اقل من 18 سنه، يعني فيه شي مشاهد اللي مرعبه، فيها القتل، فيها بزاف الحوايج اللي ما يصلحش الناس يتفرجوا فيه. هادشي هما كاتبينو في ديسكريبشن ديال المسلسل، يعني في التقديم ديال المسلسل كاتبين انه ما ينصحش المشاهده ديالو اقل من 18 سنه، يعني الناس اللي قلنا 18 سنه بلا ما يشاهدوا فيه. المهم هذا هو المسلسل ديال اليوم. لو بغيتو تعرفوا مسلسلات جداد اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. اهم حاجه عندي انا هو نبارطاجي معكم المسلسلات اللي باش تمشيو تفرجوا فيها، ما تبقاوش مشاكل ديال البحث وبزاف ديال الامور. كاين بزاف الناس اللي بغات تفرجوا افلام ولا مسلسلات ما كيبقاو مشاكل، كاين بزاف مسلسلات جدادين باقي ان شاء الله غندوي عليهم غير نتفرج فيهم المسلسل اليوم كاملين عاد ندوي لكم عليهم. هذا المسلسل اللي حنا فيه دابا باقي ما كملش الاصدار ديالو كامل، دابا لاحظتوا الجزء الاول، الجزء الاول لاحظتوا فيه ثلاث حلقات، يعني كل مره كيحطوا حلقه جديده. داكشي علاش كنتمنى منكم انكم تمشيو تفرجوا في ثلاث حلقات هادو وتزربوا عليهم، باش تبقاو غاديين حلقه بحلقه وما يتراكموش عليكم وما عرفناش المسلسل غيكون طويل ولا قصير. المهم باش ما يتراكموش عليكم ويكونوا الاحداث كثيره في هذا المسلسل وتبقاو مشكل في المشاهده ديالو كامل. فيديو واحد سريع عجبك دير واحد لايك او فلاشين وفعل الجرس. كان معك حمزه خيمتي، باي.